يا خط، نورت شركتك وشركتك يا عيال. ألف مبروك يا جنرال. مبروك عليك يا دولار. مبروك علينا كلنا. هو ده مهامك يا عمار. ومهامك يا العلو. ولعله خير إن شاء الله. باشا. مبروك يا عمي. شاف بطاقتك وأنت طالع يا ابني. بصوا يا رجالة، الشركة دي مش شركتي لوحدي. شركتكم زي ما هي شركتي. ولازم نتعاهد نبقى ايد واحدة عشان ما حدش يغلبنا. نبر يا فوكس، معاش ولا كان اللي يغلبنا. صبرت وقلت يا باشا، هو ده مهامك. ركزوا معايا يا شباب. من وجهة نظر الناس كلها الشركة دي بتشتغل في الاستيراد والتصدير، ومحدش غيرنا بس يعرف انها ما بتشتغلش في الاستيراد والتصدير، يا اما هنروح في داهية. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية. يا جنرال خير قول. حامد. حامد الظبط. وحشني. محتاج له عشان حاجتين، الحاجة الأولانية يسهل شغلنا زي ما كان بيعمل مع البطاطشة، ودي مهمتك يا عريان إنك تصطاده. والحاجة التانية إنه وحشني أوي أوي. وأنا الأوان ناخد حقنا. اطمن يا فوكس، بخصوص حامد ده تحديدا أنا عامل له خطة بحث ما تخرش المية، والمسيح الحالي اللي أجيبه لك هنا راكع بيتمنى إنك تسامحه. وحياتك عندي يا حسام باشا، أجيبه لك متكتف تحت رجلك. ربنا ما يحرمنيش منك يا رجالة. طب إيه؟ هنفضل مقضينا كده سلامات وندعي لبعض وننتقم لبعض والجو ده كله على مكتبه. يلا يلا. تشاو كوكسي. تشاو بيلو. باي جنرال.